أنا شيرين التيهي من محافظة شمال سيناء. أنا حابة أتكلم معاكم عن الإنجازات اللي تم فعلها هنا في محافظة شمال سيناء. طبعاً التجمعات التنموية اللي تم إنشائها في وسط سيناء اللي ما بتقتصرش على خدمة أهالي شمال سيناء فقط، بل كمان بتخدم أبناء الوادي. فكرة تطوير ميناء العريش اللي هتوفر فرص عمل لشباب شمال سيناء والأبناء الوادي، الاستثمار العملاق اللي بيتم ضخه هنا في شمال سيناء، جذب للاستثمار لرجال الأعمال، فكرة المدن الصناعية اللي بيتم إنشائها في مدينة بير العبد، في مدينة العريش، في مركز الحسنة، الإنشاءات اللي بتتم وتطوير في رفح والشيخ زويد. أنا أحب أقول للريس 100 مليون معاك يا سيسي.